مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لبداية بالترتيب العالمي لمنتخبات كرة القدم. وصادر اليوم المنتخب التونسي يتراجع 11 مركز بعد النتائج السلبية مؤخرا، وأصبح يحتل المركز 47 عالميا والسابع إفريقيا، وهو أسوأ تصنيف منذ سنة 2016. منتخب جزر القمر اللي كان عمل معنا انتصار وتعادل في تصفية لكان مثلا يقفز 10 مراكز ويصبح 108 عالميا. الترتيب العالمي بالنسبة للصدارة فيها الأرجنتين، مركز ثاني فرنسا، المرتبة الثالثة إسبانيا، المرتبة الرابعة إنجلترا، الخامسة البرازيل، المرتبة السادسة بلجيكا، المرتبة السابعة برتغال وتقفز بمرتبة، المرتبة الثامنة هولندا وتتراجع بمرتبة، المرتبة التاسعة إيطاليا واللي أيضا تتقدم بمركز، والمركز العاشر لكولومبيا اللي تتأخر بمرتبة واحدة. إفريقيا المغرب متصدر دائما وموجود في المرتبة 13 عالميا، المرتبة الثانية للسنغال الموجود في المركز 20 عالميا، المرتبة الثالثة مصر واللي موجودة في المرتبة 30 عالميا، الرابعة نيجيريا وموجودة في المركز 36 عالميا، الخامسة الجزائر واللي موجودة في المركز 37 عالميا وتقفز 4 مراتب، المركز السادس للكوت ديفوار موجودة 40 عالميا وتتأخر 7 مراتب، ثم كما قلنا تونس موجودة في 47 عالميا، الثامنة نلقاو الكاميرون، بعدها مالي، ثم الكونغو الديمقراطية. في أخبار الأندية، البداية بالترجي، وأكثر من اسم تم تداوله قبل اختيار المدرب الجديد للفريق، وبعد أمير عبدو القمر الفرنسي واللي يبدو أن وجهات النظر متباعدة بين الطرفين، اسم جديد ينضاف لقائمة المفاوضات هو الألماني جوزيف زيمباور صاحب 54 سنة، المدرب السابق للوحدة السعودي والرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. إدارة الترجي الجرجيسي أعلنت أنها باش تستأنف قرار الهيئة المكلفة بتسيير الرابطة الوطني لكرة القدم والقاضي بتغريم الفريق بمبلغ 5000 دينار بسبب رمي المقذوفات. هيئة الترجي الجنوب تأكد أن ورقة المباراة وتقرير السلطة الأمنية ما أشاروش لحتى تجاوز، وحتى خلال البث المباشر والصور التلفزية ما وراتش حتى إخلال ولقاء دار في كنف الروح الرياضية، وقد تم منع دخول القوارير البلاستيكية للملعب ولم يتم إشعال الشماري. اليوم انطلقت بلدية سوسة في تركيز الصبورة اللامعة الجديدة لملعب سوسة واللي باش تكون حاضرة في مباراة الجولة السابعة بين النجم الساحلي والترجي. في مستقبل جابس، أحمد الودرني يقود الفريق في الجولة القادمة بعد استقالة المدرب المغربي عبد المجيد الجيلاني في انتظار إيجاد البديل. الرابطة المحترفة الأولى يتواصل نشاطها نهاية الأسبوع الحالي من خلال الجولة السادسة ذهاب نهار السبت ماضي ساعتين ونص رسميا في ملعب مجاز الباب مباراة الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي، وأيضا رسميا باش تكون منقولة المباراة هذه تلفزيا على القناة الوطنية الأولى، ونداء لبلدية مجاز الباب والساهرين على التنظيم في ملعب مجاز الباب لتوفير مجموعة من الكراسي والطاولات للزملاء الصحفيين والتقنيين باش يغطيوا المقابلة ونزيدهم ما فيها بأس، أيضا تواجد الكهرباء لأنه مش معقول في 2024 ما زلنا نخدم واقفين على جنب الملعب، وأيضا في رابطة محترفة أولى، وإذا كان أمكن طاولة لكل صحفي يكون معاها باراسول على الأقل تحميهم من الأمطار أو حرارة الشمس أو المقذوفات لقدر الله، لأني خدمت أنا في ملعب مجاز الباب وكنت تعرضت للصعوبات هذه الكل تقريبا، وإن شاء الله الميساج يوصل للمسؤولين قبل مباراة نهار السبت. بالنسبة لبقية مباريات الجولة السادسة نهار السبت، دائما مع مضي ساعتين ونص نجم المتلاوي مع النجم الساحلي، اتحاد تطاوين مع شبيبة العمران، والخمسة ونص في رادس الترجي مع النادي البنزرتي. نهار الأحد كل المقابلات أصبحت بداية من مضي ساعتين ونص، الملعب التونسي مع مستقبل جابس مباراة دون حضور جمهور بسبب العقوبة على جماهير الملعب التونسي، وهي المباراة الأخيرة اللي باش يلعبها دون حضور جمهور. مستقبل سليمان باش يقابل اتحاد بن قردان، النادي الصفاقسي مع الترجي الجرجيسي، والاتحاد المنستيري مع قوافل القفصة. بالنسبة للجولة السابعة ذهاب واللي فيها مباريات قمة، نهار السبت 2 نوفمبر باش تتلعب المباريات بين السبت والأحد، ثم البداية كيف ما قلنا نهار السبت ماضي ساعتين ونص في توقيت ماضي ساعتين قبل هذا في زويتن مباراة شبيبة العمران مع مستقبل سليمان، ثم ماضي ساعتين ونص مستقبل جابس مع نجم المتلوي واتحاد بن قردان مع الملعب التونسي، والأربعة ونص في ملعب رادس مباراة النادي الإفريقي مع الاتحاد المنستيري. نهار الأحد 3 نوفمبر مباريات الكل ماضي ساعتين ونص في ملعب سوسة الأولمبي، النجم الساحلي مع الترجي، ثم نادي الصفاقسي مع الأولمبي الباجي في ملعب الطيب المهيري، القوافل الرياضي بقفصة مع اتحاد تطاوين، والترجي الجرجيسي مع النادي البنزرتي.
بطولة الرابطة المحترفة الثانية كيف ما نعرفوا الأسبوع هذا تتلعب الجولة الثانية ذهاب نهار السبت. البداية في المجموعة الأولى ماضي ساعتين ونص جمعية أريانا مع مكارم المهدية، نادي القربي والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية مع مستقبل وادي الليل، أمال حمام سوسة مع الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ المكنين مع جمعية مقرين. بالنسبة للمجموعة الثانية فيها مباريات هلال الشابة وأمل الرقبة، سكاك الحديد أصفاقسي مع أولمبيك سيدي بوزيد، وتقدم ساقيت الدائر مع شبيبة القيروان، مباراة هذه أيضا دون حضور جمهور. نهار لحد بقية الجولة في المجموعة الأولى نجم الرادسي مع هلال مساكن، نادي حمام نانف مع مستقبل المرسى، وفي المجموعة الثانية بعث بوحجل مع كوكب عقارب، نسر جلمة والملعب الجابسي، هلال رديف مع مستقبل القصرين، وأمل جربة مع محيط قرقنة. في البطولة المغربية نتائج إيجابية جدا إلى حد الآن للإطار الفني التونسي لنهضة تبركان واللي يقوده المدرب معين الشعباني بمساعدة مراد المالكي وسيف الله حسني، والبارح كان الفوز في الجولة السابعة على شباب السوالم 1-0، وهذا ما خلاه يكون متصدر للبطولة المغربية بمفرده برصيد 14 نقطة بعد 4 انتصارات 2 تعادلات وهزيمة واحدة، والجولة القادمة مواجهة مرتقبة نهار السبت في الدار البيضاء أمام الوداد. الكاف أعلن أنه مدينة مراكش المغربية باش تحتضن مرة أخرى حفل تقديم جوائز سنة 2024 نهار 16 ديسمبر القادم، وهذه باش تكون المرة الثانية على التوالي اللي ينتظم فيها الحفل في مراكش. الكرة في العالم اليوم في الجولة الثالثة للدوري الأوروبي، أهم اللقاءات الستة غير بعد مباراة فينكفاروش المجري ونيس الفرنسي، ومواجهة منتظرة بين محمد علي بن رمضان مع الفريق المجري وعلي العابدي مع نيس الفرنسي، أيضا في نفس التوقيت روما الإيطالي مع دينامو كييف الأوكراني، ثم 8 متاع الليل مجموعة أخرى من المباريات، فينربخش التركي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليون الفرنسي مع بشكتاس التركي، بورتو البرتغالي وأوفنهايم الألماني، توتنهام الإنجليزي مع الكمارة الهولندي، ومالمو السويدي مع أولمبياكوس اليوناني. كأس السوبر المصري واللي يتلعب في الإمارات اليوم النهائي 6 العشية مباراة الأهلي مع الزمالك، إن شاء الله تواجد يكون الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري مع الزمالك، كيف ما نعرفوا عليه المعلول مع الأهلي مازال مصاب باش يكون غايب على المباراة. قبل هذا ماضي ساعتين ودرجة تقريبا بعد لحظات من توا المباراة الترتيبية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. نكمل بدوري روشن السعودي من الجولة الثامنة، 4-4 مباراة العروبة مع الشباب، و7-1 اللي يلعب لصالحه لاعبنا التونسي سعد بقير في مواجهة للخليج والرياض مع الاتحاد. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي في لمان.